والله هذا سمير طلع مش قليل. اسمعوا شو كاتب. اليوم أجمل يوم في تاريخ البشرية. أجا مدير المدرسة وقالنا إنه وزير التربية والتعليم الله يخلي لنا إياه أصدر أوامره بإنه تعطل المدرسة. ليه؟ لأنه هناك فيروس اسمه كورونا. وفي أجمل من تعطيل المدرسة لأي سبب؟ الله يسامحك يا سمير، شكلك مش حابب إني أجي أعلمك. بس مش مشكلة، بس هم يوزعوا علينا نشرات طويلة هيك بكل سمير، وقالوا لنا نقراها ونخلي أهلنا يقروها. ولا ليش هالقصة هاي؟ ما صدقنا وإحنا نخلص من المدرسة. كمان مرة يا سمير نقعد نقرأ نشرات وتوعي. قالوا لنا ممنوع نقرب على بعض مترين. من ساعتها وأنا حامل المتر. هذا سمير طلع زيي، وأنا حامل المتر، كل واحد بيني وبينه مترين، متر وخمسة وتسعين سنتي. بقول له ارجع لورا، بدك تخلي الفيروس يجيني مشان خمسة سنتي. من كفر ما عقمت حاس حالي عايش بغرفة عمليات. بس غرفة عمليات، هالفيروس اللي ما بنشاف بالعين المجردة كل اشي عنه، اغاني كورونا، فيسبوك كورونا، تلفزيون كورونا، كل شي كورونا بكورونا. ديسباسيتو، بس هيك حسيت حالي خلاص كورونا بكفي كورونا. هو احنا ناقصنا في هالعالم كمان كورونا؟ بكفيناش حروب وصواريخ ومشاكل بعاني منها العالم، ومشاكل بيئية وطبقة أوزون وكل هاي الأشياء، وكمان كورونا؟ والله نص سمير كتير جميل، لازم أكتب له ولازم أقرأ هذا النص للناس. أنا لازم أصير ممثل. مرحبا، أنا محمد حج أحمد، ممثل وحكواتي. أول مرة عملت حكواتي كان بال 2009، كنت أمثل دور الحكواتي، يعني أنا على المسرح كنت أعمل دور إني أنا حكواتي في ستاج في 2009 في تونس في مسرح الحمراء. ومن هذاك الوقت حسيت قديش أنا عن جد عندي شغف إني أحكي حكاية للناس، يمكن لأنه الحكاية هي إرث الشعوب، هي هوية الشعوب، وهي كمان بتحاكي يعني بحثي عن الهوية وبحثي عن الذات دايما. فحسيت إنه أنا حابب أعمل حكواتي أكثر يعني، وأنا أحكي حكايات للناس للأطفال، وخصوصاً أن الحكاية بتنمي الخيال عند الطفل، وأنا بحب أشتغل مع الأطفال. وبلشت أفكر أنه كمان رغم أنه الحكواتي هو دوره مش واعظ، ولكن أنا بفكر أنه كثير مهم أنه الحكواتي يختار قصصه بعناية. فأنا بلشت أشتغل على موضوع التنشئة، بلشت أشتغل على موضوع التربية، كيف أنه ممكن تمرق فعلاً رسائل كثير مهمة للأطفال، المساواة بين الجنسين، التكامل بين الرجل والمرأة، نبذ العنف. ممكن بدنا نحكي عن الخير والشر، وكيف دائما الخير هو اللي بنصر، مساعدة الآخرين. فصرت أخذ الحكايات ومرات أعمل إعداد جديد لإلها، لأنه في كثير بحكاياتنا بتراثنا العربي بالتراث العالمي كمان حكايات فيها عنف أو فيها مفاهيم مغلوطة حسب الحالات اللي كانوا يتعيش فيها الشعوب. تأخذ هاي الحكاية وممكن تعمل عليها شوي من الإعداد. بلشت أحكي حكايات في الأماكن العامة، في المهرجانات، في المسارح، في المكتبات. كمان صرت أعطي ورشات في كتابة الحكاية، كيف تخلق بواسطة الدراما كمان من الأطفال حكايات ويكتبوها ويرسموها. كانت فعلا تجربة كثير جميلة اللي أنا حبيتها. وصلنا لحد ما بلشنا إحنا في أزمة الكورونا اللي هي قبل 3 شهور، لما دخلنا على الحجر المنزلي فجأة العالم مش فاهم شو اللي عم بيصير معاه، مش عارف انه هو عم بيروح على مرحلة جديدة، مرحلة لازم يقعد فيها مع حاله ويفكر شو الأشياء اللي هو بحبها، شو الأشياء اللي هو حابب يسويها، وشو الأشياء اللي ما عملهاش في كل الوقت وهو عم بركض يركض في الوظيفة العمومية اللي عم بيشتغل فيها، ومش عم بتطلع حاله كفنان شو لازم يعمل، شو لازم يقدم لهذا الجمهور. بلشت أفكر بإني أطلع أعمل حكايات على الفيسبوك أونلاين. بعدين حسيت انه كمان تطلع اونلاين كمان بيقلل من جودة العمل، فكرت اني اصور حكايات، فرحت عملت دعاية صغيرة ونشرتها كيف انا بدي احكي حكايات الاسبوع الجاي. وضع على الارض. يوم الجمعة 27 اذار الساعة 8، فيكم تستنوني على صفحة الحكواتي عشان تعرفوا كيف اجت الحكايات من الفضاء. وضعت على الارض. وبعد هيك طبعا صرت استخدم كل مكان في بيتي، مره بالصالون، مره بغرفه النوم، مره بالكوريدور، واستخدم كل الاغراض اللي ممكن تكون متاحه لإلي، الفراش، المخدات، الشراشف، الطاوله، الاضاءه. كنت مرات اضطر اني احل اللمبات من الصالون عشان ما ضلش عندي لمبات الحركه كلهم.
العالم في بداية أزمة الكورونا كل الناس قاعدة على السوشيال ميديا. أول أسبوع أخبار، كمية الأخبار الهائلة اللي كانوا بيشوفوها، هذا جعلهم يعني يدخلوا في حالة من الإحباط، في حالة من الضغط النفسي، في حالة من يعني الشعور بعدم الأمان، إنه أنا في حالي مش عارف وين رايح، هل أنا رح أمرض في الكورونا؟ الناس بلشت في سبل الوقاية، يعني كان في حالي ممكن أسميها مجنوني. كان كل شيء مفتوح له، مفتوح المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيه والمكتبات والثقافة والمسارح والسينما وكمان أماكن العمل، فكان كل شيء متاح. فجأة هو بنحط في داخل البيت، ممنوع يطلع، حياته مهددة، ممكن يجي الوباء في أي لحظة. فالناس صارت تحس إنه في حالة غريبة عم بعيشها، رغم إنه إحنا كشعب فلسطيني كثير تعرضنا لأزمات، فبالتالي بنتكيف بسرعة مع هاي الحالات اللي كانت يمكن تختلف عن أي شعب في العالم. في ناس خسرت شغلها وبالتالي صارت تشعر في مساحة عدم الأمان بشكل أكبر. الناس اللي مش قادرة توفر قوت يومها، الفنان اللي مش قادر يسكر كل الالتزامات اللي عليه. وجود الناس في الحجر الصحي، أنت موجود مع عائلتك كل الوقت، ممكن البيت ما يكونش فعلا كافي لكل العائلة، يعني تكون فعلا عندهم دياق، الناس مش عندهم مش المساحة الكبيرة اللي عايشين فيها. قديش رح يخلق أرض خصبة للمشاحنات، للمشاكل، مشاكل أسرية اللي ممكن تتطور لعنف أسري، وكثير من الحالات والمشاكل بتخيل اللي هلأ رح تظهر بعد هذا الحجر الصحي والمشاكل اللي اتطورت لقضايا. يمكن هون بيجي دور الثقافي والفن بأنها تخلق حالة من الوعي، كمان تخلص الناس أو تطلع الناس من هاي حالة الإحباط، ترفه عنهم، كمان تخليهم يفكروا بطريقة مختلفة، وممكن ترشدهم برضو، لأنه يعني كمان الفن هو للمجتمع، مش الفن فقط للفن، الفن فيه رسائل. من هون بلشت أفكر بحكايات اللي ممكن تساعد الناس بكيف تعمل تنشئة لأطفالها. يمكن فترة كورونا خلتني أكثر أتواصل مع ناس اللي ما كنت أنا بفكر أنه ممكن أتواصل معهم، من خلال الحكايات اللي وصلت لكل العالم، لكل الأماكن، للفلسطينيين الموجودين في كل محل، من المخيم برج البراجني، من المخيم عين الحلوة، من كل الأماكن الشتات، يعني من تونس كان يبعثوا لي الناس، من مصر، من الجزائر، من الأردن، من كندا، كل الجاليات. حتى كان في ناس تيجي تبعث لك وتقول لك احنا عم نستناك، أو شوف ابني شو عم بيحضرك. كمان المدارس اللي حطت انه الحكاية جزء من المنهاج المدرسي. اسمعوا حكاية اليوم، القنديل الصغير لغسان كنفاني مثلا، ولخصوا الحكاية وبعتوها، والتلخيص عليه تقدير. كان يوصلني تقديرات للأطفال اللي في المدارس، او يوصلني الفيديوهات اللي هم عم بيعملوا فيها دور الحكواتي، عم بيحكوا حكاية قدام الكاميرا وعم بيبعتوا لي اياه. هذا الفيدباك بالنسبة لي كان كثير عظيم، انه انت تشوف هدول الأطفال عم بيحكوا حكايات وعم بيلخصوا هاي الحكايات اللي عم بتصير جزء من المنهاج، جزء من التعليم الإلكتروني اللي عم بصير. الناس بلشت تدخل على التعليم الإلكتروني. بتخيل الحياة بعد كورونا رح تكون كثير مختلفة. يمكن نقلل ساعات العمل، ممكن نفكر بالتعليم عن بعد أكثر، ممكن نفكر بالعمل عن بعد، لأنه فعلا كان في بعض المحلات العمل عن بعد. فيش داعي اني انا اروح اقعد في مكان العمل 8 ساعات اذا كان كل عملي انا عم بشتغله قاعد من البيت. وفعلا في تجارب ناجحه للعمل من البيت حدثت حتى الان. اذا بتنظروا الى الفضائيات، الى المحطات، الى الاعلام، اصبحت معظم المقابلات على زوم. فيش داعي انك تجيبني على الاستوديو واقعد معك، انا بقدر افتح زوم معك من وين انت موجود واعمل مقابله. ولكن هذا لا يغني عن التواصل الانساني، لا. وأنا ما بقول إنه بعد كورونا لازم نتحول لحالة من الماكينة، لا. ولكن في نظر لشيء جديد لبعد الكورونا، إنه الناس رح تبلش تفكر بوقتها أكثر. الوقت مهم جدا جدا جدا. الوقت اللي قعدنا فيه علمنا احترام وأهمية هذا الوقت اللي إحنا عم نعيشه، كيف منقضيه، مع مين منقضيه، شو بنعمل في هذا الوقت، ما هو الإنتاج اللي إحنا عم نسويه. قديش حياتي كانت قبل الكورونا يمكن الناس كانوا يشوفوها مش جميلة، ولكن بعد ما أجت الكورونا صار يفكروا جميل إني أروح على العمل كل يوم الصبح وأشرب فنجان قهوة مع زملائي وأشتغل وأقدم. وبالتالي في أشياء جديدة وتجارب جديدة أو أنماط من الحياة الجديدة اللي رح إحنا نكتشفها شوي شوي. رح نكتشف أشياء ما كنا نعرفها عن حالنا.
هلا رح تشوفوا جزء من الشغل اللي انا عم بشتغله. احنا بنصور بالموبايل، في البدايه كنا نصور بدون ستاند، الستاند بس من جديد جبناه. تصوير الاضاءه كنا نستخدم اي تيبل لام موجود في البيت، زوجتي كانت تصورني، علمتها التصوير باستخدام الموبايل، انا تعلمت المونتاج وهي كمان تعلمت المونتاج عن طريق ابلكيشن. ما كناش نعرف نعمل مونتاج، يعني الحاجه ام الاختراع، وبالتالي تعلمنا نعمل مونتاج، صرنا ندور على موسيقى كمان حقوق طبعها محفوظه، القصص حقوق طبعها محفوظه، التواصل مع دور النشر، التواصل مع الكتاب، وكمان البث، انك تستخدم بيتك كاستوديو وتعمل بيتك استوديو وتبث فيه من بيتي إلى كل بيوت العالم بكل الحب، تبث كمحطة تلفزيونية أو محطة فيسبوكية أو أونلاين كيف ما بدكم، حتى توصل بهذا الحب من هذا البيت لكل العالم. افتح يا ذرة. ولم يفتح الباب. افتح يا قمح. ولم يفتح الباب. افتح يا شعير. ولم يفتح الباب. افتح يا بطيخة. ولم يفتح الباب أيضا. هل سيخرج قاسم من المغارة أم أنه سيبقى في داخل هذه المغارة ويقوم اللصوص بإلقاء القبض عليه؟ يا ترى هل سيخرج بهذه الجرة أم لا؟ كونوا معاي يوم الأربعاء 1/4، يعني اليوم المساء الساعة 8، بستناكم على اللايف مع حكاية علي بابا والأربعون حرامي.